السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي مشتركي قناتنا، تحية لكم، تحية الكم الناس اللي مشوفوا فينا بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغرب. رجعنا في فيديو آخر دائما مع مباريات لاعبين المحترفين وأيضا القنوات الناقلة لمباريات محترفينا. اليوم نهاية الأسبوع الاثنين 2 نوفمبر 2020، نبدأ البرنامج كما تشوفوا على الصورة. البريمير ليج الدوري الإنجليزي ممتاز، على الساعة 9 ليدز يونايتد يستقبل ترسيتي ليتواجد مع اللاعب الجزائري إسلام سليماني، مقابلة منقولة على قناة ار ام سي سبور 1 وكانال بليس سبور الفرنسيتين الناطقتين باللغه الفرنسيه على قمر استرا والهوزبرد، وايضا على قناه بين سبورتس اتش دي 1 و2 الناطقه باللغه العربيه على قمر نيسات، وايضا على قناه سكاي سبور اتش دي 1 سكاي سبور اوستريا النمساويه 2، وايضا على قناه سبور تي في 3 وقناه سكاي سبور فوتبول اتش دي. هذه القنوات كامل متواجده على قمر استرا والهوزبرد. ايضا مباراه في البوندس ليغا الالمانيه على الساعه 8:30، نادي هوفنهايم ليتواجد مع اللاعب الجزائري يسحق بالفضيل يستقبل اف سي يونيون برلين، المقابله منقوله على قناه دازن الالمانيه المتواجده على قمر اسرى والهوتبرد، وايضا قناه بين سبورت 2 الناطقه باللغه الفرنسيه، وايضا قناه سكاي سبور 1 اتش دي الايطاليه، وايضا 11 سبورت 2 وموفي ستار ليغا دو كومبيون. هذه القنوات كامل متواجده على قمر اسرى والهوتبرد. ايضا اخر مقابله على الساعه 9 نادي مالاغا في دائما في اطار لا ليغا دو الاسبانيه، نادي مالاغا ليتواجد مع اللاعب الجزائري بن خماسه يستقبل نادي اسبانيول برشلون، المقابله منقوله على قناه جول الاسبانيه المتواجده على قمر استرا والهوتبيرد. دونك هذا فيما يخص برنامج تاعنا اليوم، مشاهده طيبه لكم المشتركين، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديوهات اخرى. سلام.